صباح الخير على كل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو. أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. اليوم إن شاء الله الموعد ديالنا غادي يكون مع الأستاذ محمد الحليمي، أخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية، ومعه غادي نتكلموا على النظام الغذائي الصحراوي، أشنو اللي كيميزه، أشنو المكونات والعناصر الأساسية اللي كاينة فيه. مجموعة من النقاط ومن المعلومات ومن النصائح غادي ناخذها اليوم من عند الأستاذ محمد الحليمي، ومرحبا بتواصلكم معنا على الأرقام اللي غتكون مفتوحة دائما وراء الإشارة، هي 05 22 46 72 50 51 أو 52. وما تنسوش على أنه بإمكانكم تواصلوا معنا كذلك عن طريق الرقم 5080، وما عليكم إلا تكتبوا في أول SMS كلمة صحة SAHA، خليوا فراغ صغير وبعتوا بالسؤال ديالكم للرقم 5080. صباح الخير أستاذ الحليمي، أهلا وسهلا بك. تحية لك أختي عفاف، وتحية لفريق العمل، تحية للمستمعين الكرام، وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله، وصباح الرمال الذهبية وصباح الشمس الصحراوية إن شاء الله. كنتمنى أننا نقضي هاد الوقت هذا مع الناس ديال الصحراء وهاد الناس المضيافين هاد الوقت الجميل، لأن هاد البلد هذا دائما كيبقى واحد البلد اللي هو متضامن. بهاد المناسبة إن شاء الله ديال المسيرة الخضراء، أنا كنقول دائما لما يتعلق الأمر بالوطنية تلغى الانتماءات السياسية وتلغى جميع الانتماءات، ويبقى المغرب هو مغرب موحد. وإحنا إن شاء الله بصدد أننا نزيد بلادنا القدام إن شاء الله. الشعب اللي هو شعب إن شاء الله غادي في التقدم، وراء واحد الملك اللي هو الشاب إن شاء الله. كانت من أول أن المغاربة يكونوا تاهما إن شاء الله، كل واحد يقوم بالدور دياله، وكانت منه إن شاء الله للتوفيق للجميع إن شاء الله. يا ربي إن شاء الله. شكرا لك أستاذ الحليمي، وطبعا كنذكر المستمعين الكرام على أنه ميد غاديو في برمجة خاصة واستثنائية، وإن شاء الله يعني ماشي فقط غير في اختيار المواضيع ديالنا في الاختيارات يعني الغنائية والموسيقية، وإنما غادي يكون بث إن شاء الله حي مباشر من عين المكان مع ضيوف اللي غاديين يكونوا مختصين في عدة مجالات. غادي نمشيو اليوم أستاذ محمد الحليمي كيف مشرنا النظام الغذائي الصحراوي. أول سؤال غادي يكون أستاذ الحليمي، أشنو الميزة اللي كاينة في هذا النظام؟ نعم جيد، هذا سؤال مهم جدا، ومادام احنا في ضيافة أهل الصحراء يعني لإخواننا الصحراويين. أنا قبل ما نهضر على المائدة لابد أننا نثير بعض الملاحظات، هي أن كنلاحظوا أن أهل الصحراء يكونوا عندهم واحد الهدوء، يكون واحد الهدوء رائع، هاد الناس كيتميزوا به في الطبع ديالهم، في الطبع ديالهم فعلا تماما تماما كيكون واحد الطبع هادئ، وما عندهمش هما ضيغ باش الناس يعرفوا، ما عندهمش الامراض يعني ما امراض السكري والامراض يعني بواحد درجه كبيره في باقي المناطق المغربيه ولا باقي المناطق العالميه. هذا يدل على ان النمط ديال اهل الصحراء هو نمط قريب من الطبيعه. الا شفنا مثلا الانسان، الناس يعني الرمال، الا لاحظوا الانسان الناس ان الرمال هو اللون الادمي يعني كيكون واحد العلاقه مباشره. انا كنقول عفاكم، كنقول للناس ديال الصحراء حافظوا على التقاليد ديالكم بالحذافير ديالها، اقول بالحذافير ديالها، لان كل ما هو عند اهل الصحراء هو يثبت علميا. مثلا المشي فوق الرمال هو من الاشياء الجميله اللي كتشارج الانسان، اللي كتحيد منه داك الشحنات اللي هي الشحنات اللي كتسبب له القلق. اشعه الشمس اللي غادي نهضروا عليها حتى هي وجبه من الوجبات اللي غادي نهضروا عليها اليوم، هي اشعه الشمس. عندهم الابل، هذا الحيوان اللي ذكر في القران، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. ولا عندهم انواع ديال الخبز اللي هو بطرق راقيه وطرق رائعه جدا. عندهم انواع ديال الكسكس، هما ما كيديروا السبع خضار، كيديروا 10 وبزاف ديال الانواع. عندهم تشيشه، عندهم الاسماك، عندهم حليب الابل، عندهم كياخذوا من الوسط المغرب ومن بدايه منطقه الجنوب المغربي زيت ارغان، يعني عندهم واحد الفسيفساء ديال المائده. والجميل في الامر شنو هو؟ هو انهم كيجلسوا على الارض، ولما كتجلس على الارض انا كنقول هذه طريقه راقيه جدا. الله يجزيكم بخير، حافظوا على هذه الخصله هذه. احنا ماذا بينا الكائن البشري يرجع لهذه المساله هذه، لان الجلوس على الارض هو نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى. ما تصورش شنو كدير في الجسم ديالنا، ولا كانت فرصه ان شاء الله نهضروا على الجانب العلمي في الاساس في النقطه هذه. هذه المنطقه تسخر بالتقاليد، تسخر بعادات. انا كنقول لهم النصيحه اللي غادي نعطيهم في الاول ديال الحلقه هو انهم يحافظوا على هذه العادات الغذائيه ديالهم، نظام غذائي راقي،
اشياء جميله عندهم في النقاط بيضاء في النظام الغذائي ديالهم. نتمنوا انهم يحافظوا عليها، ونتمنوا ان شاء الله اليوم نحاولوا يكون عندنا الوقت باش اننا نفصلوا فيها ان شاء الله. ان شاء الله. ولكل المستمعين الكرام اللي بغاو يتواصلوا معنا فارقامنا دائما غتكون راه الاشاره 05 22 46 72 50 51 او 52. وموضوعنا اليوم في برنامجكم الصحه وسلامه على النظام الغذائي الصحراوي، فمرحبا بكل تساؤلاتكم. غادي نبقاو لحظه مع فاصل اعلاني وراجعين مباشره من بعده، خليكم اوفياء وبقاو معنا. ومن جديد كنرحبوا بكل الاوفياء في حلقه اليوم من برنامجكم الصحه وسلامه مع الاستاذ محمد الحليمي، اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه. وموضوعنا كيف ما شرنا على النظام الغذائي الصحراوي. مرحبا بكل اسئلتكم على 05 22 46 72 50 51 او 52. فكيف ما شرتي استاذ الحليمي على انه كاين ميزات اللي هي كثيره في هذا النظام الغذائي. نعم. غادي نمشيو اول حاجه وغادي ننطلقوا من لحم الابل، اللحم ديال الجمل اللي معروف به المنطقه، وحتى الطرق ما شاء الله كاينه طرق اللي هي مختلفه ومتعدده. نعم. ربما حتى نعم. ملي كنمشيو عند كل اسره في هذيك المنطقه كنلقاو كل واحد وشنو الطريقه اللي كيدير في الطياب ديالو. فهنا استاذ نعم. الحليمي نمشيو باش نتكلموا كذلك على هذه المساله، وشنو ضافت للنظام الغذائي الصحراوي، يعني شنو المميزات اللي ضافتها عليه؟ نعم، هو قبل ما نهضروا على اللحوم نهضروا شنو الاصل اللي عطى هاد اللحوم اللي عطاها هاد القيمه ديالها. اولا يكفي ان الابل مذكور في القران الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. شوف الله سبحانه وتعالى حط في نفس الكفه خلق الابل ورفع السماء وسبق بخلق الابل. وبالتالي انا كنقول الناس عفوكم ماشي هما المغاربه كاملين، راه الطبيعه كتعطيكم بروموسيون دائما. شي الطبيعه ديما عندها البروموسيون، ديما عندها التخفيضات وديما عندها المجانيه. انا كنقول هذه كنوز عند 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 اهل الصحراء، المساله ديال لحم الابل. او قبل ما نعطي النقط على لحم الابل لابد انني نشير واحد النقطه. الله يجزيكم بخير، الابل من الحيوانات التي لا تقبل، اقول لا تقبل التربيه بالهرمونات وبهذه الاشياء وباللقاحات وبالمضادات الحيويه وبهذه الاشياء هذه. علاش؟ لان عنده تمثيل غذائي عجيب جدا في المعده ديالو. عنده واحد التمثيل رائع جدا، لان المعده عنده مركبه، كاينه اللي كنسموها حنايا بالعربيه كتسمى الكرش، كاينه الشبكيه وكاينه المعده الحقيقيه. الوغ هذوما كاملين هي التركيبه ديال الابل. الوغ الاكل ديالو هو اللي كيعطيه القوه ديالو. علاش؟ لان كاين حكم في الاسلام يسمى بحكم الجلاله. شنو حكم الجلاله؟ هو داك الانعام اللي كتاخذ اغذيه اللي هي غير صالحه، بحال مثلا دابا الخنزير هو محرم من الاصل، يعني من الاصل هو محرم، ولكن كاينه بعض الانعام اللي ما خصناش ناخذوها الا خذت اكل اللي هو اكل غير صحي. بالنسبه للجمل يجربوه الناس، الجمل اولا صبور، وخا صبور مفشش في الماكله ديالو، ما ياخذلكش يعني اي حاجه. وضيق هاد الدوره اللي كاينه دابا مغيره وراثيا كتبدل له النظام ديالو، هاد اللقاحات وهاد الاشياء كتبدل له النظام ديالو. وبالتالي الجمل خاصو، شوف سبحان الله عطاه ربي جهاز هضمي رائع، يعني اللسان ديالو كيعض به الشوك، كيطحن داك الاغذيه اللي هي هو كياخذ اعشاب، صبور. انا كنقول الجمل والحيوانات التي ذكرت في القران ان شاء الله الا كانت فرصه نهضروا عليها، كاين النمل، كاين النحل، كاين الذباب، كاين البقره، كاين الصوره اكبر صوره في القران سميتها صوره البقره، وبالتالي كاين صوره الانعام، كاين صوره النحل الصوره رقم 16، كاين صوره 27، صوره عفوا صوره النحل 16، صوره النمل 27، العنكبوت. وبالتالي حيوانات ذكرت في القران ماشي غير عبث، منها الابل. وبالتالي خاصنا نشوفوا هذا الحيوان، نشوفوا كيفاش كيتصرف، نشوفوا ذاك الهدوء ديالو، نشوفوا ذاك الصبر ديالو، نشوفوا ذاك الاكل ديالو، نشوفوا الطريقه كيفاش كيتعامل بها، الطريقه كيفاش مخلوق بها، كيفاش العين ديالو، كيفاش الفم ديالو. وبالتالي هو غير الابل عنده قاموس، لان هما الفرنسيين ولا الانجليز عندهم كلمه واحده. حنا في اللغه العربيه بالمناسبه اللغه العربيه الدماغ، يعني ان شاء الله الا كانت فرصه غنهضروا على التفاصيل، يعني يستجيب عكس اللغات الاخرى. يعني الدماغ في الدراسات الحديثه يؤكد ان اللغات الاخرى ما هي الا ابناء وحفدات اللغه العربيه. وبالتالي انا كنقول هذا الجمال، هذا اللحم ديالو هو رائع جدا. علاش؟ يكفي ان التمثيل الغذائي ديالو هو تمثيل رائع، يختار الاعشاب اللي كياخذها، هادشي كامل ينعكس على اللحم ديالو. الاعضاء ديال الابل هي لا تشبه الاعضاء ديال باقي الحيوانات، عنده تمثيل غذائي جيد، عنده عوامل المناعه كاينه في اللحم ديالو بواحد الطريقه راقيه جدا وطريقه رائعه جدا.
الحليب الوحيد ديالو، الحليب الوحيد اللي فيه الفيتامين سي. شوف سبحان الله، المنطقه ديال الشمال فيها فواكه وخضر، المنطقه ديال الجنوب ما فيهاش فواكه وخضر بزاف. الله سبحانه وتعالى عطاهم يعني المصدر الوحيد الحيواني في الطبيعه اللي فيه فيتامين سي هو الحليب ديال الابل. وبالتالي الابل في يعني الا بغينا نقولوا هو فندق، فندق فيه مطعم، يعني مطعم فيه محلبه الا بغى الانسان ياخذ الحليب ديالو، فيه سفينه هو سفينه الصحراء، فيه يعني مدرسه للصبر. وبالتالي داك الشيء اللي سمي بسفينه الصحراء، والقران الكريم يقول وعليها وعلى الفلك تحملون، يعني ماشي الله سبحانه وتعالى يعني كما كنقولوا احنا السفينه، كذلك حتى القران الكريم يعني ذكرها مع الفلك. وبالتالي الاعجاز في هذا الحيوان هذا هو اعجاز، قلت انا هو منزل متحرك فيه جميع ما يحتاج الانسان، وعافاكم تهلاو فيه باش نخليوه يمشيو في المسار البيولوجي ديالنا. وكنقولوا الاوفياء ديال ميد غاديو ان شاء الله في الحلقه ديال اليوم مازال غادي نتكلموا على الطريقه ديال الطياب ديالو، معروف على انه ديك الطريقه اللي كيطيب لحم الجمل بالماء، وسيد الحليمي غادي نرجعوا نتكلموا عليها، ما غيفوتناش اليوم، ونتكلموا على كيفاش اهل الصحراء كيتييو، وغنتكلموا على ديك المركب ديال اتاي ديالهم اللي عنده واحد الطريقه خاصه ومميزه جدا. وسيد الحليمي غادي نتكلموا عليها، ولكن نمشيو نتواصلوا مع المستمعين الكرام. وفي اول مكالمه معنا عائشه على الخط من القنيطره، اهلا وسهلا بك عائشه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يجزيكم بخير، الله يجعل العلم ديال الأستاذ الحليمي في ميزان حسناته. يا ربي إن شاء الله. مشكورة لاله عائشة. كيف أختي غادي نسول ثلاثة سؤالات. أي مرحبا. أول حاجة هاد الجمل عندنا هنا في قنيطرة، الجمل واحد كيديرهم عنده زعما الفيرما وداك الشيء، ما عرفتوش واش ديال الجنوب ولا لا، ولكن واحد الحاجه فين ملي كناكلو حنا عندنا اغلبيه خوتي فيهم حساسيه، ملي كياكلوه بحال تيدير الاسهال وتيدير الحكه. واخا زعما واش بنادم هكا اللي فيه الحساسيه واش يعني يتفادى؟ واخا غير الا سمحتي عائشه، شنو النوع ديال الحساسيه اللي عندكم؟ اختي هكا كتخرج على الجلد هكا بحال صفايح هكا حمرين بحال الكزيما. لا لا ماشي كاع وصلت لك شي، غير بحال اللي كنقولوا لها حنا تورديت. بحال تورديت اي. واخا وشنو هو السؤال الثاني؟ السؤال الثاني، انا دابا 3 شهور وانا قاطعه اللحم يعني نباتيه دابا، وليت كندير غير سميتو، ولكن اختي لاحظت واحد الحاجه ان بحال ولا كيضرني البصران، يعني عندي طاجين هيك خضره متنوعه وزعما في الصباح هكا تنشعير هكا البلبوله تنشربها هكا حريره، وبالليل يدك شفيف بحال نقدر كاع ما ناكل ناكل غير الفاكهه. أيه. ما عرفتش هذا النظام واش عندي، بغيت نسول الدكتور اللي جزاه بخير. اييه عائشه كدير خميره بلديه عافاك، كدير خميره بلديه لا ما تنديرهاش حيت ما كنعرفش ليا. ما كتعرفيش تصيبيها؟ والخبز ما الخبز ماشي بالنخاله، شنو ذاك الخبز اللي كتاخذي مع الطويجين عائشه؟ لا لا تندير الخبز هكا ديال الزرع، ومره هكا القمح الصفر. نعم. وكتخلطيه مع الفورس؟ كيتخلط بعد النوبات مع الفورس. واخا. السؤال الثالث شنو هو؟ السؤال الثالث، انا كتدير عمليه على الجلاله وزعما صغيره، عندي كانت عندي شي 30 عام هكاك، واختي مني دابا كيقول لي العمليه ناجحه، ولكن مني كنكون هكا خارجه للزنقه وديك الشيء ديما عندي ما نقدرش نشوف الشمس، ديما ما نقدرش نتمشى في النهار هكاك بوحدي. بغيتي شي حاجه الله يجازيه بخير الا كانت شي اغذيه كتساعدك على زعما النظر قويه هكا النظر. نعم، ولكن من غير الشمس انت عندك نظر مزيان كتشوفي مزيان عائشه؟ لا لا انا اصلا كان عندي النقص. عندك نقص؟ اييه. كنت كندير النظاظر داك الشيء، ولكن ملي درت العمليه قال لي هو الدكتور يعني واحد في المليون فاش كتجي هاد الحاله، انت حاله نادره ناجحه. اييه. عرفتي الشعر ما نقدرش نشوف فيه نهائيا، ما نقدرش نتمشى هكا في الشعر. اييه. وشكرا الله يجازيكم بخير. العفو. غير عائشه، عائشه شحال في العمر ديالك؟ انا عندي 40 عام. 40 سنه. واخا نجاوب على الاسئله ديالك. شكرا لك عائشه، تواصلتي معنا من قنيطره. العفو. شكرا لك. اذا استاذ الحليمي نمشيو على بركه الله ونبداو باول سؤال ديال عائشه، سولات على اللحم ديال الجمل عندهم في قنيطره، وقالت على انهم كياخذوه يعني هي والاخوان ديالها، ولاحظوا على انه الوقت اللي كياكلوا لحم الجمل كيبان عندهم اسهال وحكه بحال الشكل ديال تورديت في الجلد ديالهم، فكتسول واش هذه المساله عاديه بالنسبه للحم ديال الجمل. وهنا استاذ الحليمي ما يفوتنيش، راه بزاف ديال الناس اللي كيمشيو مثلا الاقاليم الجنوبيه وفي يعني كيف ما شرتي انهم اهل الكرم وناس مضيافين، لما كنتعرضوا مثلا وكناخذوا داك الحمل ديال الجمل بزاف ديال الناس كتبان عندهم هاد الاعراض لما كياخذوا داك الحمل اول مره. نعم جيد، هذا سؤال مهم جدا،
ولا بد أن نشيروا له. هاد المسألة إلا لاحظوها الناس كتظهر حتى عند الناس مين كتكون يلا في شهر خمسة الله خد ديال شهر خمسة يلا بدأ يبانوا الفواكه. كيبدأ الإنسان كياخد داك الفواكه المرة الأولى كيدير له هاد المسألة هادي. ألوغ هادشي اللي نراجع الجمل باللحم ديالو وبالحليب ديالو فيه ما واحد المواد كنسميوها احنا مواد إيمينو جلوبيلين. ألوغ هاد المواد هادية بالإضافة إلى أنزيمات منها الفوسفاتاز منها الـ LPL ليبوبروتين ليباز كاين الكاتالاز كاين الأوكسيداز هادو عبارة عن أنزيمات. ألوغ الإنسان مين كيكون كياخد يعني الأول مرة كياخد هاد المسألة وأنا شخصيا خديته يعني أنا كنت في الصحراء تقريبا دوزت سنتين في الصحراء ألوغ خديت هاد الحليب ما كاين حتى شي مشكل. كاين بعض لي كوليك ديالي اللي خداوه كان عندهم هاد المشكل هذا ما كيعنيش هذا كيتسمى الإسهال البارد. أنا كنقول للناس هذا إلى رب ضرة نافعة يعني إلى الإنسان إلى بغينا نفهموه ألوغ كيكون هو عبارة عن استجابة مناعية ديال الجسم. علاش؟ لأنك ياخذ واحد عوامل المناعة اللي كاينة في اللحم والحليب ديال الإبل. ونذكر الله يجزيكم بخير راه الإبل وجدت باش أنها تعيش في الصحراء وتاخذ أغذية في الصحراء. أما إلا كان الله سبحانه وتعالى كيقول بسم الله الرحمن الرحيم مشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ألوغ الأهل ديال القنيطرة إلا كانوا عندهم الأسماك عندهم إلا كان شي واحد من الصحراء يجيب لهم الإبل وخي كان إلا كان مثلا شي واحد من العائلة ديالهم إلا كان شي واحد مثلا من مثلا كيشتغل في المنطقة ديال الصحراء يجيبها بشي طريقة اللي هي معروفة مصدر معروف. أما باش نقول أنا ذقت هاد اللحم ديال الإبل سبحان الله المذاق بين اللحم لأن هو النظام الغذائي ينعكس على المخلوق كان كائن بشري ولا حيوان ولا كيف ما كان. واخا ألوغ اللحم ديال الإبل ما كيكون عايش في المنطقة ديال الصحراء شتان بينه وبين اللحم ديال الإبل اللي كيكون مربى لأن الناس ولاو لأن احنا التجارة ولات أي حاجة طلبتيها بين عشية وضحاها كاتبة الناس ولاو كيطلبوا لحم الإبل الناس كاتبين فوق المطعم فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقات والناس كتبيع وتشري. الله يجزيكم بخير أي حاجة أعطاها الله سبحانه وتعالى المجتمع أي مجتمع أعطاه الله سبحانه وتعالى فين كيعيش. وبالتالي أنا لما أتحدث عن لحم الجمل ولحم الإبل ولحم الناقة وحليب الناقة أتحدث عن الجمال اللي كتعيش في المنطقة ديال الصحراء وكتعيش على الأعشاب ديال الصحراء وكتعيش دون قلق لأن الجمل واخا صبور هو كيتستخسى بزاف. ألوغ الناس خصهم يعرفوا بأن مين كنفرقوا الناقة على 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 ولدها ألوغ هذاك ولدها كيمشي للتربية باش أننا نعطيو اللحوم وديك الناقة كتمشي باش أنها تعطي الحليب. ألوغ هذيك الناقة كيكون عندها هرمونات القلق في اللحم ديالها في الحليب ديالها وهذاك ولدها كيكون عنده الهرمونات القلق في اللحم ديالو. وبالتالي فعلا هو الإبل هي صبورة ولكن ماشي صبورة أنها تفرق ولدها ولا أنها تعيش في واحد المنطقة لأن احنا نطلقوا من راسنا حنايا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم حنا بحالهم. ألوغ هو عنده وسط يعني انت كتلاحظ ملي كتكون كتمشي عند البلاصه اللي تزاديتي فيها داك النوستالجيا اللي كتكون عندك كتمشي عند الاباء ديالك كتمشي عند العائله ديالك كتحس بواحد الحراره هذيك حراره هرمونيه سميتو لوسيتوسين. وبالتالي حتى هما عندهم هذه المساله هذه ألوغ نخليو عافاكم في الوسط ديالهم. ومي كنهضر عافاكم اليوم على الحليب الابل واللحم ديال الابل اتحدث عن الابل اللي كياخذ اعشاب واللي كيتربى في المنطقة ديال الصحراء عافاكم باش نحسموا بهذه النقط. ألوغ هذا الإسهال هذا يسمى بالإسهال البارد كتكون المدة ديالو قصيرة والناس كيعرفوا هذه النقطة هذه كتكون المدة ديالو قصيرة يرافق بشرب الماء ويرافق بأكل ولا شرب لأن خاصنا نزيدوا ناكلوا هذا اللحم ديال الإبل ونزيدوا نشربوا هذا الحليب هذا أبقي واحد المدة قصيرة كتحيد هذه المسألة هذه بالعكس ما يخافوش منها الناس. السؤال الثاني ديال عائشة وسن الحليمي بخصوص أنها قطع اللحم هذه تقريبا المدة ديال 3 شهور وقالت على أنها ولات نباتية 100% بان عندها مشكل على مستوى يعني قالت أنه المصران ديالها عندها فيه مشكل. سولتيها وسن الحليمي على الخميرة البلدية قالت ما كتعرفش تصيبها نهائيا إيه. احنا كنا خصصنا حلقة في برنامج الصحة والسلامة على الخميرة البلدية وما شاء الله عليك عطيتي عدة طرق كيفاش نصيبوا الخميرة البلدية وقالت كذلك بالنسبة للخبز كتخلطوا مع الفورس فهنا شنو رأيك أستاذ الحليمي؟ اولا دوز مده طويله في الحياه ديالك الاخت يمكن السن ديالها 40 سنه نعم. دوز مده في الحياه ديالك وانت كدير اخطاء بالنسبه لي انا 3 شهور الا قسمناها على 40 سنه شحال غتجينا النسبه صغيره بزاف. الوغ ما يمكنش انت تشد 3 شهور
وتقسمها على 40 سنة وتقول أنا يا داك الشيء اللي راكم في 40 سنة غادي نحيدو أنا في الشهور. هذه النقطة الأولى. واخا الله يجازيكم بخير، راه الأغذية ماشي كالأدوية، أنا كنقولها بصراحة باش الناس يعرفوا شنو كاين. الأغذية ليست كالأدوية، والمبدأ ديال الأغذية هو مبدأ ديال الصبر، خاص الإنسان يصبر شي شوية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كتقول أنها كدير نظام جيد، أنا أستسمح بالنسبة للنظام جيد، ولما يتعلق الأمر بالأمعاء اللي ما كيديرش الخميره البلديه ما يقولش راني درت نظام جيد. حنا باش نحسموا في هذه النقطه هذه، لان كاينه تساهلات في بعض النقط، ولكن بعض النقط الاخرى اللي مش ما نقولش انا حيدت اللحم راه صافي رانا غادي يكون عندي مشكل. لا، حنا ما كان حنا النظام اللي كنهضروا عليه هنا، حنا لا نحرم ما احل الله، حنا فقط نقنن. قلنا حنا اللحوم الا كانت كترعى مزيان، والابقار كترعى مزيان، والاغنام كترعى مزيان، والانسان ياخذها واحد مره في الاسبوع، مره في 15 يوم، ما فيها باس، واخا يكون عنده اي مرض. ولكن لما نتحدث عن هذا النظام اللي كنقولوا حنا، ما كان حنا لا نحرم ما احلى، فقط نقنن. الوغ بالنسبه لاول حاجه خاصها دير الخميره البلديه، والخميره البلديه تكون باستمرار. الوغ باستمرار تاخذ واحد المده، الله يجازيكم بخير، ما تسناوش الجواب. ديروا النظام الغذائي ديالكم ونساو النظام الغذائي، سيروا عليه ولفوا به ونساو. والقطف لان ملي كنزرع انا الشجره مثلا ديال واحد الفاكهه، ما يمكنش انا في 3 شهور غنمشي نجني الفاكهه، هذا مستحيل. وبالتالي الصحه هي في هذا العصر هذا هي جني ديال الثمار، شنو ديال النظام الغذائي. عدل نظامك الغذائي، صبر عليه، واكيد غتكون النتيجه. نعم، بالنسبه للمشكل اللي عنده على مستوى العينين ديالو استاذ الحليمي، قالت على انه ما كتقدرش تمشى في الاشعه ديال الشمس نهائيا، وقلتي انه اليوم مازال غادي نرجعوا غنتكلموا على الاشعه ديال الشمس. نعم. وتكلمات على انه هي كانت يعني خضعات العمليه، وكانت عامله حتى النظر وهذه المسائل كامله، وقالت دابا كتسول واش كاين شي اغذيه اللي تساعدها يعني كتقوي النظر. نعم، اولا احنا كنا صغار وكنا كنسمعوا احنا الجزر يقوي النظر، هذه الجمله كنا كنسمعوا ما ديش شحال. علاش؟ لان الجزر، القرعه الحمراء، البطاطا الحلوه اللي كاينه دابا، الخزبر المعدنوس، الكرافس، اي حاجه خضراء فيها ماده اللوتين، وماده اللوتين هي اللي كتحتاجها الرودوبسين باش انها تفلتري ذاك الاشعه فوق البنفسجي. شوف سبحان الله، العين فيها واحد الا بغينا نقولوا كتكون شفافه، ما كتدخلهاش داك الشعيرات الدمويه. شوف سبحان الله، ملي كتبغي تتغدى داك الخلايا اللي كتكون في الجنب كتاخذ الحاجيات ديالها والحاجيات ديال الجاره ديالها، وكل وحده كدوز الاكل الاخر باش كتبقى شفافه، لان الا ما كانتش الا كانت فيها الشعيرات الدمويه غتبقى تشوف. يعني شوف سبحان الله، قد خلقنا الانسان في احسن تقويم. اكثر من هكا، فنلندا عندهم الدرجه ديال البروده كتوصل 69 درجه 60 درجه. الوغ يعني اي كائن بشري مشى لفنلندا ما يبقاش يشوف. علاش؟ لان وسط العين كاين ماء، هذاك الماء هذاك درجه الحراره اللي معروف الناس ملي كتدخل الفريكو كيتجمد الماء، درجه حراره تجمد الماء. الوغ يعني من المفروض ان اي واحد مشى تحت هذه درجه الحراره ومشى لفنلندا غتجمد له العين ديالو، ما يبقاش يشوف. شوف سبحان الله، الله سبحانه وتعالى حط واحد الماده في وسط هذاك السائل تمنع تجمد هذاك السائل اللي كاين في العين ديالك. وبالتالي صنع من؟ خلق من؟ تصميم من؟ تصميم ديال الخالق الله سبحانه وتعالى. وهذا الشيء كاين حتى في العين ديال العين بوحده اللي كاينه في الجمل، راه فيها اعجاز. رغم انك كتبغي تحيد هذا الكاتاراكت ولا هذا الجلاله، اول حاجه كتمشي عند الطبيب باش يحيدها لك، الا ما كانش عندك السكر مقاد ما يحيدها لكش. يعني ملي كتمشي دير لوبيراسيون اول حاجه كدير هي لا غليسيمي، الا كان عندك سكري الا ما قديتيش لا غليسيمي ديالك ما يحيدها لكش الطبيب. انا اصلا الجراح ما يحيدش الطبيب الى هذا الكاتاراكت الا كانت لا غليسيمي ديزيكيليبغي. الوغ ضروري تقاد لا غليسيمي ديالك. الوغ انا كنقول السكر، لان العين تتاثر، لان ملي كيكون الناس عندهم مرض السكري كتسمى بعض الامراض الغيتينوباتي. شنو هي الغيتينوباتي؟ راجعه للغيتين وهي ديال العين. الوغ كتكون داك الشعيرات الرقيقه كتكون كتضر. الوغ يجب اننا ناكلوا اكل جيد باش نقدوا السكر ديالنا، هذا باش نكونوا نشوفوا مزيان وما يكونش عندنا تعب في العين ديالنا، وناخذوا ما هو طبيعي، لان فيه ماده اللوتين كتشتغل بها الرودوبسين وهي اللي كتخلي الانسان يشوف. كنشوفوا بالتغذيه هذه ما تنساوهاش. نعم، غادي نمشيو دائما في تواصلنا مع المستمعين الكرام، وارقامنا اكيد راه الاشاره مرحبا بكل اسئلتكم 05 22 46 72 50 51 او 52. ام زينب على الخط معنا من الرشيديه، اهلا وسهلا بك ام زينب. الو، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بنزيل الرشيديه ام زينب. الله يجازيك بخير، الله كنشكركم بزاف الشوق، الله يجازيكم بخير على هذا البرنامج اللي انتم مسكتونا ليه بزاف،
وكنشكر الدكتور الحليمي الله يجازيه بخير. اهلا وسهلا. الله يجازيك بخير سيدي. انا كنستعمل الخمره ديالي هذه دابا عامين. اييه. وانا بغيت نسول الدكتور واش هذه الطريقه صحيه، لان انا واخا كندير الخمره ديالي ما كتجينيش حامضه. اييه. كتجيني الخبز عادي. وهذيك الحموضه اللي ما كتجيش واش شكل ولا راه عادي؟ واخا ام زينب اعطينا الطريقه اللي كديري وشنو المكونات اللي كتستعملي؟ انا درت طحين ديال الشعير بوحدو. أيه. طحين الشعير بوحدو مع سميتو مع الطحين ديال الزرع. مع الزرع. هذا مع طحين الزرع. مع طحين الزرع وخلطتهم وخليتهم واحد قولي يومين عاد خمرات. وبديت كنستعملها دابا هذه عامين وانا كنربيها. معاش خلطتيها باش صيبتيها باللبن ام زينب؟ لا بلا لبن بلا حتى شي حاجه غير طحين الشعير مع طحين. اييه. واستعملتي غير الماء؟ غير الماء. غير الماء نيت ودرتها في قريعه وانا دايرها جاريه ما دايرهاش قطعه. اييه. جاريه وكنهز جوج معلقات ونديرهم انا خلاص كنعجن بالليل. اييه. كنعجن بالليل وكنديرها في واحد السوبيره ديال اينوكس. اييه. العجينه اللي كنعجنها كنديرها في السوبيره ديال اينوكس صباح كنوض كنقرص. أيه. كنقرص اللي غندير في الفران كنقرص اللي غندير في الطاجين ديال الطين كنطيب انا الطين. اييه. وكندير خبيزه الصباح وما كتجيني لا حامضه لا حتى شي حاجه. واخا. عادي اللي باقا عندي زمن الضياف وداك الشيء ما عمر شي حد كيلاحظ بانها صغيره. نعم. كنطلب منك واحد الطلب عافاك كنطلب منك واحد الطلب. نعم. الوغ اولا قلتي المصطلح ديال التربيه جيد، انا اولا كنحييك لان انت هي رمز ديال المغربيه ديال المراه المغربيه، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه الطريقه اللي درتي طريقه راقيه جدا وقلتي ربيتيها عامين، مي كنقول لك ربي واحد المخلوق اللي هي بكتيريا. ويجب بخير تقدر تعاودي دير الطريقه وصدقيها وغتكون عندك واحد الصدقه جاريه وربي اللي غيكون عالم بهذا. الله يجزيك خير. الله يجزيك شكرا. نعم ام زينب. المساله الثانيه الله يجزيك بخير. نسات الكرب اللي عندنا هنا في الرشيديه. بغيت الدكتور يقول لنا المنافع ديالها. انا ما عرفتش شنو هي. شنو هي ام زينب؟ الكرب اللي داير الورق ديالها بحال الورق الشيفلور. اييه. نعم. الكرنب. اييه. كاين الكرنب الكرب راه كاين الكرنب بوحدو والكرنب بوحدو. هذه كيفاش كتكون دايره الشكل ديالها؟ كتكون طويله وهي كتنبت في الارض عندها غير الوريقات. اييه. هي كيقولوا لها بشلحة زكزاو وبالعربيه الكرنب. اييه. البقوله ديالكم هذه هي البقوله ديالكم. هذه كنديروا بها حنا الحريره هنايا. نعم. كنديروا بها الحريره بغيتي الا كان الدكتور عنده شي معلومات ولا شي حاجه يفيدنا بها الله يجازيه بخير. واللي بغيت نقول الله يجازيك بخير المستمعات وداك الشيء راه ملي بديت كنستعمل الخميره البلديه هذه معلومه اللي غادي نقولها انا بطلاقه من نفسي كنت نعم ودابا كنت كنتعصب بزاف. اييه. ودابا ملي بديت نستعمل الخميره البلديه بغيت غير نتعصب وما لقيتش كندير. شكرا لك ام زينب تواصلتي معنا. اهلين وعليك ان شاء الله. وشكرا لك. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا لك ام زينب تواصلتي معنا من الرشيديه. الله يجزيك ويحفظك من العصب المرض ديال العصر. وكيف ما كيشير الاستاذ الحليمي انه القاسم المشترك ما بين جميع الامراض. خليك هكذا لقيتي راحتك في الخميره البلديه ومشكور على الطريقه اللي قالت استاذ الحليمي وشرتي على انها طريقه راقيه بزاف. هي ما كتستعمل لا البلدي ولا لانه كاين الناس اللي كيحضروها مثلا بالثومه بالشريحه بالتمر. فهي قالت فقط غير الشعير مع الزرع كتخلطهم مع الماء فقط. وهذه المده ديال عامين وهي كتربي الخميره البلديه. نعم الا سمحتي استاذه عفاف الناس خصهم يعرفوا المبدا لان كاين بعض الناس كيكونوا شي شويه المبدا ما عارفينهاش. نعم. الوغ الحبه ديال الشعير ولا الحبه ديال الزرع القمح الصلب المغربي. اييه. تكون فيها داك لا جيرم. كتكون شي حاجه حيه. الناس كيقول لك منين كتجي هذه البكتيريا. الوغ حنا شنو من المفروض ان ديك البكتيريا تعطيها غير ظروف لان هي كاينه في القمح لان ذاك الحبه القمح مين كتحطها في الارض وكتنبت معناتها فيها واحد القوه وهذيك القوه باش انها كتولي جيرمي هي اللي كتعطينا البكتيريا. يعني غير الشعير والقمح الا درتي له الماء وصبرتي عليه هذا كافي. حنا علاش كنزيدوا الشريحه والتمر باش اننا نعطيو ذاك الغذاء ديال ذاك البكتيريا ويكون واحد التربيه اللي هي تربيه جيده. هذاك واحد الماده هذا البكتيريا كاينين ها كيكونوا خاصهم ظروف بحال مثلا تنبيت القمح. تنبيت القمح هو لما كنحطوا القمح في الارض ومي كنديروا تنبيت القمح ومي كنديروا الخميره البلديه هي عباره عن قوه كنخرجوها بالظروف ديالها فقط. ما كنزيدوش شي حاجه اللي هي كنقولوا شي حاجه غريبه. انا كنقول الاخت بالنسبه للاخت اللي اتصلت خدات ديبلوم من ميد راديو. هذا اعتراف لها. هذه شهاده من عندك استاذ الحليمي. نعم يعني صراحه مثال. انا كنقول مثال ونتمنى لكل مراه مغربيه يكون الا درت غير هذا الشيء. انا جو سوي سور انا الا درت غير الخميره البلديه
راه والله العظيم كل الناس يعرفوا شنو الأهمية للخميرة البلدية في جميع مناحي الحياة، من هاد الغازات اللي كيعانيوا منها، من هاد الدبريسيون اللي كاينه دابا، من هاد أمراض الجهاز العصبي، وإن شاء الله غادي يرجعوا. راه عندنا واحد المجتمع في الأمعاء ديالنا لا يتصور. علاش؟ لأن راه المساحة ديال التيران ديال التينيس وسبعة متر راه ماشي سهلة. عافاكم الله يجزيكم بخير. الا غندير شي حاجه انايا نديرها، وانا كنقول الاخت انا تصدق هذه، لان ما تصورش ما تصورني. قالت هي رباتها واحد المده اللي هي طويله، وهذه تحسب لها، يعني تحسب لها طريقه راقيه، ما محتاجش انك تمشي تفلسف، لان كنمشيو كنلقاو بعض الطرق هي فلسفيه. المبدا هو مبدا بسيط جدا، وممكن ديرها بالطريقه نعم. اللي بغيتي. وسولات ام زينب من الرشيديه استاذ حليمي على الحموضه اللي ما كايناش في هذه الخميره اللي كتصيب، هي واش ماشي مشكل؟ هي لان كانت رابطه انه الخميره البلديه كيخصها تكون حامضه، اذا مادام هي ما فيهاش ديك الحموضه راه بحال ما نجحاتش ليها. لا الوغ النجاح ديال الخميره البلديه تعلق بماذا؟ يتعلق هي قالت كتخمر لا عاديه. اييه وما فيهاش الحموضه. نعم ما فيهاش الحموضه. لا حنا بالنسبه لنا حنا ماشي ضروري تكون داك الحموضه اللي هي كبيره، لان درجه الحموضه الناس خصهم يعرفوا بان درجه الحموضه والتذوق الحموضه والسكري والمالح يختلف. واخا يختلف، انا شخصيا من بديت كندير الخميره البلديه يعني هذه سنوات المذاق تبدل، المذاق تبدل، ولكن من بعد كتولف. انا نعطي مثال بحالاش، الناس مثلا كيدير واحد الباغسان، كيدير واحد الرائحه، الرائحه مثلا كديرها كتوصل مين كتبدل داك الباغسان ديالك كتشم داك الرائحه ديال الباغسان، مي ابخي واحد المده طويله كدير داك الباغسان نيت ما كتبقاش تشمو، مي بورتو راه فيك الوغ هذاك الباغسان راه كاين. الوغ شنو كدير هنايا؟ عندنا لادابتاسيون، الجسم ديالك ولف هكاك المذاق. الوغ الناس مين كيوليو يديروا الخميره البلديه كتوصل واحد المرحله كتقول لك هو ما بقيتش انا كنشم هذه الحموضه في الخميره البلديه، مي كيجي عندك شي واحد يلاه كيدخل في الباب، يلاه كيدخل في الباب مع عمرو خدا خميره بلديه كيشمها. وبالتالي هاد المساله هذه مساله عاديه، ينفو انها كتخمر، الا كانت كتخمر راه ناجحه. الحموضه ما كتعنيش الخميره بانها ناجحه، يعني كتكون هي الحموضه، ولكن هي كاستيون ديال ان الانسان كيولف بها على غير يكفي انها كتخمر راه جيده. نعم نعم. السؤال الثاني وقلتي ليها على انه هذه هي البقوله عندهم استاذ الحليمي، ذاك الكروب اللي عندهم، وقالت انه كيستعملوه في الحريره، واش هو صحي ولا لا؟ واش فيه شي منافع وشي فوائد؟ رائع جدا، لان الا لاحظتي استاذ عفاف كاين مفاجات في النظام الغذائي المغربي. شهرا والله العظيم الى كل منطقه في المغرب فيها اشياء اللي يكون الانسان يمشي يقلب عليها راه كنوز. انا كنقول راه كنوز كنزطموا عليها برجلنا، راه اعشاب واغذيه كنزطموا عليها برجل ديالنا، راه كنوز لا تتصور. هاد العشب، هاد النوع ديال الاوراق داير بحال هو البقوله ديالهم ديال هاد المنطقه ديال الرشيديه. دايوغ منطقه الرشيديه كلشي كيعرف التمر ديالها، مجهول بوفقوز البلاح بيطوب، هاد التمور، هاد ديال المنطقه ديال التمور. انا كنقول الناس اهل التمور عافاكم، خذوا التمر، خذوا الشاي يكون الشاي بلا سكر، غذاء راقي جدا. في اي لحظه جاك الجوع تاخذ هاد الغذاء، هذا كنعتبرونا غذاء راقي. الوغ هاد النوع من الاوراق فيه ماده اللوتين اللي هضرنا عليها قبيلتي، فيه فيتامين بي ناف، لاسيد فوليك بالنسبه للافام اللي كتكون يلا بدات التخطيط للحمل ديالها اللي كيحتاجوا باش ما يكونش عندها مشكل في السبينا بيفيدا او واحد المشكل كيكون في الجهاز العصبي. فيها فيتامينات جروب بي كاملين، فيها فيتامين سي بواحد النسبه عاليه جدا، فيها الكلوروفيل اللي يخضر اللي كيحتاجوا الجسم ديالنا باش اننا لان الجسم يخرج هذاك السموم من الجهاز اللمفاوي. فيه الياف غذائيه اللي كيحتاجها الهضم ديالنا، واللي كتحتاجها الالياف اللي كنسميوها احنا غير اللي كتسمى الياف دائبه، يعني هي اللي هي المتخمره، ما بقاش هذا المصطلح، يعني ولات الياف متخمره واللي كتحتاجها البكتيريا. فيها فيتامينات، فيها املاح معدنيه، فيها كالسيوم بنسبه عاليه جدا. الوغ عندك البقوله وعندك هاد الاوراق هذه فيها الكالسيوم بنسبه عاليه جدا، وكالسيوم بيو ديسبونيبل، زائد مانيزيوم. علاش؟ لان المانيزيوم كاين في جميع الخضر وجميع الفواكه، كل حاجه خضراء فيها المانيزيوم، لان الدم ديالنا احنا وسط منه ليموغلوبين، وسط منها كاين الحديد. الوغ النبات وسط منه كاين المانيزيوم، الوغ جميع النبات فيه المانيزيوم. الوغ هذا لا 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 الارض دابا كتعطينا هدايا. انا كنقول استفدوا من البروموسيون ديال الارض، خرجوا شوفوا الاشهار ديال الارض،
شوفوا هاد البروموسيون هادي، خذوا البقوله، خذوا دابا غيبانوا الخضر كامله، وما درى لكم في الارض مختلف الوانه. نعم وما غيفوتناش استاذ الحليمي باش غادي نمشيو، بما انه ذكرتي الشيء او اللاتاي، ديك الطريقه الخاصه اللي كاينه في الاقاليم الجنوبيه، واحد الطقوس يعني راه واحد المده وواحد الوقت داك اتاي ماشي فعلا، وخاصو واحد الجلسه، وخاصو واحد الهندام، وخاصو واحد يعني بزاف ديال الامور. فهذاك اتاي انه بزاف ديال الناس استاذ الحليمي مثلا اللي ما تعودوش عليه كيقول لك وراه كيجيني قاصح بزاف، اتاي كيكون قاصح. وحنا كنشوفوا على انه حتى دوك الناس لما كيشربوا راه غير واحد الكميه اللي كتكون يعني قليله، وكتكون ديك الرغوه هي اللي غالبه. فهاد اتاي اللي فيه يعني هاد المكونات، ولكن الطريقه ديالو هي اللي خاصه ومتميزه، فشنو الفوائد ديالو؟ نعم، هو اولا الجلسه ديال الشاي كما قلت هي فيها اعتبارات بزاف. نعم. الا بغينا نوصفوها هي جلسه شاي فيها مكون الشاي، وفيها الملحف الصحراوي، هذه الجو كنهضر على الجو العائلي، فيها الملحف الصحراوي، فيها الجلسه الصحراويه اللي لاحظتوا الناس كيربعوا. اييه الوغ الطريقه ديال شكون اللي كان كيربع هذه شحال؟ الناس اللي كيحفظوا القران، الطلبه في الجوامع اللي كتدخل تحفظ القران الفقي، عند كتكون عنده كنسميوه حنايا واحد باللغه ديالنا كنسميوه الرطيله، ذاك واحد العود كيكون رقيق. اييه الوغ كيجلس، اول حاجه خصك تقاد هي الجلسه بعدا خصك تكون جالس مربع، لما كنتيش جالس مربع هذيك الفقي ما غاديش يسمح لك انك تجلس الا ما كنتيش مربع. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه كتحتاج واحد الهندام كما قلت استاذ عفاف، الهندام ديال الملحف المغربي ديال المراه اللي والملحف راه الاثمنه ديالو الناس كيسحبهم اثمنه رخيصه، راه كاينين الملاحف اللي كتوصل اثمنه لا تتصور فعلا، صار من التكشيطه المغربيه اكثر من التكشيطه اللي مخدومه بواحد الطريقه الخياطه اللي هي راقيه، يعني لواحد الدرجه ما تصورش، والناس اهل الصحراء هما اللي كيعرفوا هاد لاكاليتي وهاد الجوده ديال هاد الملاحف هادوما، بالاضافه الى الجو العائلي اللي كيكون، بالاضافه الى اللباس ديال الرجل اللي هو لباس يعني لباس راقي جدا، لباس اللي هو لباس ديال كما كنقولوا بالدارجه الهيبه ديال الرجل والشهامه ديال الرجل والشخصيه ديال الرجل، وبالتالي ما بقاتش جلسه ساي، بقات جلسه ولا جلسه عائليه ولا فيلم ولا سيناريو مكتوب، هما عندهم سيناريو كيعيشوه، افلام اللي هي افلام حقيقيه هما الابطال ديالها. الوغ الشاي، الجلسه، الثياب، الوغ هما لي كوستيم كاينين. الوغ انا كنقول كنعتبر هذا فيلم وثائقي اللي خاص اي واحد يعيش فيه. مين كيمشيو حنا عند الناس هذوما المضيافين، كتجلس هذيك الجلسه هذيك كتحس براسك محرج، اولا ما كت الجلسه خاصك تعدها، يعني خاصك كتشوف راسك ضيعتي بزاف انك ترتبط بالارض، ترتبط بهذا الرمال، بهذا اللون الادمي، ترتبط بهذا النوع ديال الشيء اللي كيوجدوا. ما عمرك تلقى شي واحد في منطقه الصحراء يصوب لك اتاي في 5 دقائق ولا 10 دقائق. فعلا ما يمكنش. الا بغيتي الشاي خاصك تصبر عليه، وبين قوسين كيخمروه هما، ذاك الطريقه اللي كيكبوا بها هي طريقه راقيه جدا، والطريقه اللي كيضيفوا بها اتاي شحال من الناس كيعتقدوا كيقول لك لا الشاي كيكون كيلعب دور، هو فعلا انواع ديال الشاي كتلعب الدور، ولكن حتى الطريقه كتلعب دور كبير، لانه هما كيديروا الطريقه الصحيحه ديال الشاي، كياخذ وقت، وكيكون ذاك المذاق ديالو اللي كيجمع الفم هذوك كيتسموا لي كاتيشين، وذاك اللون ديالو كيتسمى حمض الطانيك، ملي كيتجمع حمض الطانيك وكيتجمعوا هاد الكاتيشينات كيعطي القوة ديال الشاي، والقوة ديال الشاي الصحراوي بالخصوص. نعم. التشيشة كذلك وجبة اللي كتكون حاضرة بزاف عندهم أستاذ الحليمي، هنا كنت بغيت أنا نسولك غير على التوقيت ديالها، علاش؟ كنشوفوا ناس اللي كيعملوا التشيشة في الصباح، وكاينين الناس اللي كياخذوها في مثلا في وجبة ديال العشية، فشنو هو الوقت المناسب للتناول ديالها؟ نعم، هو التشيشة ممكن ناخذوها في الوقتين بجوج. إيه. ممكن ناخذوها في الصباح وممكن ناخذوها في العشية. ألوغ التشيشة شنو فيها؟ أمنا عائشة كتقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تمشي واحد من العائلة ديالو، كنا هضرنا على التلبينة. أيه. قال عليكم بالتلبينة فإنها تذهب ببعض الحزن. فوقاش قالها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني واحد الوقت اللي هو ربما الإنسان يعني واحد الوقت طويل بزاف يلا وصلت العلوم، ومازال أنا كنقول إذا كانت العلوم وصلت للأدائن وافتخرت أنها وصلت للأدائن وكشفت الشفرة ديال الأدائن، كل ما زدنا تعمقنا في العلوم كل ما كنلقاو راسنا أننا ارتكبنا أخطاء علمية قاتلة في الماضي، وكنعاودوا نبداو داك الشيء من جديد، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ألوغ لما كنهضروا على الشيشة فيها حمض التريبتوفان، وهذا حمض التريبتوفان الجسم ما كيصنعوش، كيتسمى حمض أميني أساسي. ألوغ شنو كيدير الجسم؟ كياخذ هذا التريبتوفان
وكي وشوف سبحان الله الشيشة فيها فيتامين بنف بنف وفيها بي 3 وفيها بي 6 الوغ مي كيكون التريبتوفان مع حمض بي 3 ومع حمض بي 6 الوغ التريبتوفان الجسم ديالك ما كيصنعوش خاصك تاخذه بي 3 كيتصاوب من التريبتوفان معناه مع بي 3 يعني داك التريبتوفان ما غاديش يضيع بزاف غيمشي نيشان الجهاز العصبي ديالك عاد بالاضافه الى بي 6 كيكون مع هذا الشيشه لان بي 6 كيحتاج التريبتوفان ارجوك شوف التريبتوفان كيصنع بي 3 وكيحتاج بي 6 وبي 3 وبي 6 كاينين في الشيشه مع التريبتوفان معناه هذا الحمض الاميني ما غاديش يضيع باش يصنع بي 3 لانها كاينه بي 3 وما وغيحتاج بي 6 ربما ما يكونش في الجسم كياخذوا مع الشيشه مي كيتجمعوا هادو ثلاثه يوصلوا للجهاز العصبي كيدوزوا عبر ما يسمى لا باريير هيماتونسيفاليك وبالمناسبه الا كنتي كتاخذ اللحوم بزاف التريبتوفان كيوقع له منافسه ما غاديش يوصل لك للدماغ ديالك لان منافسه ديال باقي الاحماض كيوصل للدماغ كيتصنع السيروتونين وكيتصنع الميلاتونين مي كيتصنع الميلاتونين كيعطيك داك الهدوء وهذا الهدوء هو اللي كاين عند اهل الصحراء وهذا الهدوء هو اللي هضر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هادشي مباشره الرسول صلى الله عليه وسلم هضر على عليكم التلبينة فانها تذهب ببعض الحزن ومي كنقولوا الحزن كنقولوا الانسان كيتكالما الوغ تريبتوفان فيتامين بي 3 بي 6 كيعطينا السيروتونين كيعطينا الميلاتونين هو هذا الهدوء اللي كاين عند اهل الصحراء ناخذوه في الصباح ناخذوه في العشيه ماشي ضروري تكون مع شي سائل ابيض انا ناخذ هذه الشيشه معنات انا الشعير زائد زيت الزيتون زائد منسمات نديروا مثلا زريعه الكتان نديروا ايلان نديروا حبه حلاوه نديروا النافع بالطريقه اللي بغاو المغاربه ما كاينش مشكل نعم استاذ الحليمي معنا اس ام اس من عند ناديه كتسولك عفاك استاذ الحليمي بغيتك غير تقول لي شنو هو داك العلك اللي كيستعملوه الناس ديال الصحراء في اتاي نعم الوغ هذا نوع من الاعشاب اللي كاينه اللي كيستعملوها الناس كيكون منسمات انا كنقول دائما الله سبحانه قال مشوا في مناكبها وكلوا من رزقه اهل الصحراء عندهم غذاء ديالهم اهل الوسط عندهم غذاء ديالهم اهل الشمال عندهم غذاء ديالهم كاين تبادلات ولكن الغذاء اللي خاصو يكون دومينو هو داك الغذاء ديال المنطقه ديالك الوغ الناس كياخذوا في الشمال زيت الزيتون وكيديوها للجنوب الناس في الجنوب عندهم بداية ديال الجنوب زيت أرغان وكيديوها للشمال وبالتالي كاين هناك تبادل ولكن كاين واحد من النظام اللي هو طاغي على داك المنطقة هذيك هذا هو اللي خاصك تلتزم به هذا النوع من الأعشاب اللي كيتم التنسيم ديالها بالنسبة للمشروبات اللي كياخذوها بالعكس بالنسبة لي أنا كنعطي القاعدة الذهبية باش الناس ما يبقاوش يرتبكوا القاعدة الذهبية شنو هي وما درى لكم في الأرض مختلف ألوانه أي حاجة أعطانا الله سبحانه وتعالى ناخذوها بالكمية المعقولة وناخذوها ما كاينش مشكل بالنسبة لي أنا نعم معنا كذلك اس ام اس من عند العاليه كتسولك استاذ الحليمي كتقول لك ديك العجينه اولا هما كيسميوها الزكمونه ديال الارغان كتسولك واش حتى هي تقدر تدخل ضمن النظام الغذائي وشنو نقدروا نصايبوا بها نعم هاد الزكمونه ولا هاد الماده هذه هي داك الماده باش الناس يعرفوها مي كنساليو زيت من الحبه ديال زيت ارغان كتبقى لنا داك العجينه هي كتكون مره الناس اللي لاحظوا كتكون مره علاش لان فيها لي جليكوزيد هاد الجليكوزيد كيكونوا شويه مرين هي هذيك المروره ديالها كتعطي شويه من داك المروره لزيت ارغان داكشي على زيت ارغان كيكون فيها واحد داك المروره ما كتكونش باينه بزاف ولكن كاينه هاد المروره هادي يعني من المواد الرائعه التي تخفض نسبه السكر في الدم يعني بالنسبه لمرضى السكري خاصهم ياخذوها وهذا الشيء هاد المروره هادي ما كايناش غير في هاد الزكومه كاينه في اوراق البلوط كاينه في الدوم كاينه في اوراق الزيتون كاينه في الزيتون وبالتالي الوغ هاد النجم هذا ان شاء الله الا كان غادي حتى هو غادي نهضروا عليه زيت ارغان غادي يكون ان شاء الله من الحلقات المقبله الوغ هاد انا قلت انا هاد الزكومه هادي كتكون مره الناس ما كيسيبورتيوهاش غير هي الا ضغطات مزيان ممكن اننا ناخذوا الفوائد ديالها مع زيت ارغان يعني ستيغولين وستيغول الوغ هادو هما عباره عن مواد اللي كاينه في زيت ارغان ودايوغ الناس في الكوزميتيك يستعملوا زيت ارغان حتى داك هاد الزكومه الا بغى الانسان يحطها فوق الجلد ديالو كتحط لان فيها مواد اللي هو ستيغول وستيغولين وهذا عباره عن مواد كوزميتيك علاش الناس ديال الكوزميتيك الناس ديال التجميل كيستعملوا زيت ارغان بزاف لان هاد ستيغولين كتحتاج باستقلاب الخلايا ديال الجلد ومكونات لا توجد اقول لا توجد واخا نبحى مثلا سبيناستيغول لا يوجد في الطبيعه الا في زيت ارغان وزيت ارغان لا توجد الا في المغرب والناس المغاربه عفاكم مسؤولين
هاد الشجره خاصنا نخليو التاريخ نكتبو قانونيا تولي عندنا الشجره ديالنا، لان كاين بعض الدول خداو هاد الشجره وزرعوها عندهم من هنا واحد 200 سنه غيقولوا بلي الاصل ديالها، الاصل ديالها في هاد الدوله هادي، الاصل ديالها مغربي. معناه ان السبيناستغول ماده لا توجد الا في ارغان، وارغان لا يوجد الا في المغرب، معناه هاد المواد صنع في المغرب، منتوج محلي، براءة اختراع مغربية كتعطينا الطبيعة، الطبيعة كتعطينا براءة اختراع عديدة في المغرب نستغلوها عفاكم. ألوغ هاد باختصار هاد السكومة هادي ممكن نستعملوها مثلا فوق الجيد، ممكن نستعملوها في بزاف ديال الأشياء، التحضيرات ما كاينش مشكل، غير هي المواد اللي فيها كدوز زيت أرغان، كتكون زيت أرغان. نعم. في آخر سؤال الأستاذ الحليمي، هو السؤال من عند كلتوما من بوجدور، كتقول نعم. يلا مؤخرا اكتشفنا أنه الأب ديالي عنده سرطان على مستوى البنكرياس وكذلك على مستوى الكبد، قالت على أنه نعم. حاليا طبيبة الملي شافت الحالة ديالو، قالت لهم أنه الكبد ما بقاش كيدير الدور ديالو، ما بقاش كيصفي نهائيا، امتنعت نعم. الطبيبة على أنها تدير له واحد الحصة ثانية ديال العلاج الكيميائي، لأنه الدات ديالو ما كتسمحش، وقالت الدات ديالو نعم. كلها صفراء. فكتسولك دابا أنه الحصة تأجلات أستاذ الحليمي، واش هذا الأمر كيشكل خطورة أكثر على الصحة ديالو، ولا الطبيبة عندها الحق، واشنو هي الاغذيه على الاقل اللي يقدروا يعاونوا بها، لانه غادي وكينقص الوزن ديالو وداتو دائما صفراء. نعم، اول حاجه نظام غذائي جيد يكون نظام غذائي نباتي، لان النباتي 100%. هذيك الصفره هذيك اللي كتكون في اللون ديال الناس اللي كيكون عندهم مشكل في الكبد، هو الكبد يتعامل مع واحد الماده في الجسم ديالنا سميتها البيليروفين. الوغ الناس مثلا الاطفال اللي كتكون عندهم بريماتوري، اللي كيتزال الاطفال الخدج اللي كيتزاد خديج، الطفل اللي كيكون خديج كيديروا الفوتوثيرابي، كيحطوه مثلا كيديروا له واحد البوند في العين ديالو، كيحطوه في واحد الكوفاز وكيديروا له اشعه زرقاء باش انها كتنقص من هذه الماده هذه. لان الصفراء هي بالنسبه للصفراء عاديه، لان عندك مشكل في الكبد بحال ليباتيت مثلا ا اللي كيجي عند الاطفال، ليباتيت ا كيعطي الصفوره في العين وكيعطي الصفوره في الخروج، صرف الله وقدر المستمعين. الوغ هاد الصفوره راجعه للماده ديال البيليروبين اللي ما بقاش كيتعامل معها الكبد. هذه مساله يعني مساله كتكون حتميه، علاش؟ لان المساله في الكبد. مساله البنكرياس ضروري نضبطوا النسبه ديال الماده السكريه اللي كتوصل للشخص. انا كنقول نظام نباتي عفاك، نظام نباتي زيت ارغان ممكن ياخذ واحد الكميه ما تكونش كبيره بزاف من الحليب ديال الناقه، الوغ ممكن ياخذوا من الاحسن ياخذوا على شكل الحراره ديال الحليب الناقه، يعني 36 درجه يلا تحلب، هذا هو الغذاء، هذا هو الحليب، الطريقه الراقيه باش اننا ناخذوا الحليب ديال الناقه. نظام نباتي محض، اقول نظام نباتي محض، الخبز ما تخلطش فرص تكون خبز بالقمح، يكون قمح كامل، نظام نباتي. بالنسبه للشيميوثيرابي علاش ما بغيش ديرها؟ لان الشيميوثيرابي كتهلك المناعه بواحد الدرجه اللي هي كبيره، وصلت بعض الدول ما بقاتش كديرها، الوغ ما بقاتش كدير هاد الشيميوثيرابي. حنا هاد الموقف هذايا مازال فيه علامات استفهام، نتمنى ان واحد النهار حنا نسمعوا هاد الاشياء هذيا، ولكن ما فيها باس ان تمشي تعاود تراجع طبيب اخر، تشوف طبيب اخر باش يعطيها، لان دائما حنا كنقولوا ما يمكنش هاد البرنامج يعوض زياره طبيه، ضروري انها تشوف طبيب اخر. وكنقولوا حنا شكرا على الضيافه لاهل الصحراء، وكنتمنوا ان شاء الله الصحه والعافيه، وتذكروا دائما ان الداء والدواء في الغذاء، وفي الغذاء والمرض وارد والشفاء مطلوب والوقايه خير من العلاج. والمسيره اللي كانت خدات جغرافيا وتاريخ حنا نعاودوها من التاريخ ديالنا اللي كنعيشوه دابا، نعاودوا هذه المسيره، ولكن تكون مسيره اللي هي مسيره ديال التقدم ديال هذا البلد الحبيب اللي هو المغرب. لا. اكيد ان شاء الله، ومن تقدم وازدهار للامام ان شاء الله بطبيعه الحال، وكنتمنوا التوفيق للجميع والصحه والسلامه اكيد ان شاء الله، والعافيه والشفاء العاجل والقريب يا رب لكل مريض. شكرا لك الاستاذ محمد الحليمي، اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه. احنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، وما تنسوش على انه موعد جديد مع موضوع اللي غادي نواصلوا فيه غدا ان شاء الله دائما رفقه الاستاذ محمد الحليمي. غادي نتكلموا مازال على النظام الغذائي الصحراوي، ومازال غادي نتكلموا على كثير من المميزات اللي هي خاصه بهذا النظام والفوائد ديالو. غادي نرجعوا مازال ونتكلموا على النقطه ديال اشعه الشمس والاهميه ديالها بطبيعه الحال، والكثير من الامور والنقط اللي غتكون مفيده ان شاء الله. فكونوا معنا في الحلقه ديال غدا. لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد، كانت معكم وراء الميكروفون صابر فوندا، رافقني في الاخراج وسميحه مشكوره كانت في استقبال مكالماتكم. صبيحه سعيده، الى اللقاء.